انا استاذ عمرو زغلول محامي من محامين شمال القاهره. احنا واقفين هنا وقفه اعتصام ضد مجلس النقابه باعضائه وبرئيس مجلس النقابه على اللي حصل فينا في مدينه نصر. احنا احد اعضاء المجلس كان بيبيع بدمنا فوق واحنا واقفين فوق والاساتذه بتموت تحت. نطلب عربيه اسعاف، نطلب عربيه اسعاف، والاستاذ قاعد بيتفاوض على دمنا. الاساتذه المحامين احنا بنطالبهم بالتجمع وسحب الثقه من المجلس، سواء نقيب عام او سواء مجلس شمال. مجلس شمال تم التعدي عليه، فين المحامين؟ اين المحامين؟ اين نقيب المحامين؟ اين المجلس؟ مجلس كان بيبيع دمنا هناك، كان بيتفق. سحب الثقه من المجلس كله، سحب المجلس من المجلس كله. أزمة مدينة نصر، احنا مطالبنا إحالة الضباط لمحاكمة عاجلة، تفعيل قانون النقابة، قانون المحاماة، وتفعيل الحصانة العامة لينا. اعتذار رسمي من وزير الداخلية، الاعتذار اللي تم تقديمه غير كافي، غير كافي بالمرة.